ازيك يا حاج لافينو؟ ايه يا باشا، هتعمل ايه بالشغل او باول يوم بالشغل لينا؟ هنطرد. ليه حاطط في دماغك كده؟ يا عم انا اخري في المطبخ اقلي بيضه. يا باشا انا احسن واحد بيعمل برجر. ماشي يا عم هنشوف البرجر. بصوا يا جدعان، احنا النهارده انا ولافينو قررنا ان احنا نشتغل المطعم ده، فيا اما نخدم الزباين بافضل طريقه ولا احنا ننطرد من المحل. بصراحة عايزين نجمع فلوس عشان نشتري RTX. انت متخيل ان ده هيجيب لنا RTX؟ ماشي يا عم. بص هو عايز سجق. ايه؟ اتنين سجق. عايزين اتنين سجق يا ابني. مش كده انت بتوقف قدام البتاع. بص الخدمة بتبقى عاملة ازاي. اسمع الكلام بس. بص ماشي. السلام عليكم حضرتك، ازاي اقدر اخدمك؟ عايز سجق مينو؟ عايزين اتنين سجق. تعالى. اربعه صدق. بقول لك ده بلين هوت دوج، وده سوسج اند بريد. ده ماشي. ودول عايزين سوسج بس. ماشي اهو. عايز اهو، خد ايه ده؟ انت وقعت الاكل على الارض وهنطبخه لهم عادي كده؟ محدش هينتبه. عادي يعني من الضمير. اقول لك الفرن فين؟ اشوي. شغل ازاي؟ اشوي. شغل ازاي؟ هو شغال بس انت قلب بقى احسن تتحرق. ماشي. لا شفتك يا عديم الضمير. ايه ده طلعنا ليه؟ اكس دي. يلا عم الهوت دوج. هو الهوت دوج يا صاحبي. ايه ده؟ تامر حرق المطبخ. الطفايه فين؟ اوه ابعد الموضوع عندي. يا نهار ابيض لافينو، انا بعمل ايه؟ ولعت الثانيه، ولعت المطبخ. وتامر حرق المطبخ. ايه ده في فور. ايه ده يا ابني؟ ولا سرع الخبز. خد نشوي. والله لا شوي. والله لا ولع فيه. ولا المطبخ بيتحرق. اعمل ايه؟ انا لو اعرف اقول لك. لافينو انت يا ابني الحقني، احنا بنولع بجد. طبعا الحمد لله يا جدعان، بعد ما اترفضنا من المطعم الاول قدمنا على مطعم تاني واتقبلنا بفضل الله. لافينو الزباين وصلت، عايزين نخسرهم بالله عليك. يا باشا انت معتمد على عروبي، نخسرهم بكل نجاح. تعالى نخسرهم. تعالى اتفضل حضرتك. ازاي اقدر اساعد حضرت سيادتك؟ بقول لك بيكون تشيز برجر. ماشي اتنين برجر عادي. الموضوع عندي وعندي انا كمان. انا راجل متعلم. وتقريبا البرجر مفيش بقى صينيه عشان نعمله فيها، فغالبا باشا انا بشوي الخبز. اوكي ماشي، انا هعمل البرجر. هقطع الجبنه. وي قطعتها وفردت اسمها ايه ده؟ صحن هنا. الحق الخبزه بقى. ايوه خلصت اتنين همبرجر. هو في زباين تاني وصلوا. الله، خلصت البرجر. يلا يا باشا، الموضوع عندي ايزي. انا راح اشوف الزباين. راح اشوف الزباين دول عايزين ايه. اوكي بص يا باشا، عندك اربعه همبرجر وواحد تشيز همبرجر. الخبزه الاولى جاهزه. اديني البتاعه اللي اسمها ايه اهو. عايزينها بالجبنه صح؟ في واحده بالجبنه والثلاثه عاديين. واحده بالجبنه. حاضر اهو، احلى جبنه على دماغه الجبنه. طيب نشويها نعمل فيها حاجه ولا زي ما هي كده وخلاص؟ لا زي ما هي، زي شفتها في الصوره زي ما هي. بص هديها للراجل بتاع الجبنه. فينه اهو. اتفضل حضرتك. اتفضل استاذ. اتفضل. ايه رايك؟ This is بقول لي This is not what I ordered. ده مش اللي طلبه هو. وكان عايز ايه الراجل ده؟ مش عارف، هشوف تاني. انت مش عارف رايح تديله؟ يا سلام. انا هشوي شوية عيش. انت لازم تشوي عيش تاني. دول عايزين ايه؟ تعالى بس، تعالى اعمل الهمبرجر. انت ما بعرفش اعمله. الهمبرجر؟
يلا جاي جاي. عايزي قول لي حط اعمل العيش، اعمل العيش. انا في عيش جاهز، انا هسخن عيش تاني. اقطعه يعني ولا اعمل ايه؟ قطعه وحط البرجر فيه وروح قدمه. اوكي. شوف الخبزة الأولى، الخبزة الثانية. بقول لك هم عايزين تشيز برجر ولا برجر عادي؟ برجر عادي واحد تشيز برجر. في ناس عايزة برجر وفي ناس عايزة تشيز. شوف اديني حبيت كده لحمة، ده لحمة وواحد تشيز برجر. اروح اقول له اتفضل حضرتك. اوكي فين بتاع التشيز برجر؟ اهو اهو، خد اتفضل. ايه فانتستك ميل، الله عجبته جدا. ايوه وبيقول ان هو هيرجع تاني. ايوه انا جبت لك عيش اهو. الله 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 عليك الله عليك. بص ثلاثة لحمة، خلي بالك اللحمة اللي جوه دي هتتحرق. هاخدها. اتفضل يا استاذ، اتفضل حضرتك كده. اتفضل يا استاذ. بقول لك الصحن عفن قدامه. لول اهو اهو. اللي بعده بقى، اللي بعده ايه ده؟ اهو يا لهوي. الفينو، الفينو بيختم بالزباين. الفينو بياخد اوردرات وده احلى حاجه فيه. مين مين ايه جبت اوردرات؟ في واحد في اتنين عايزين همبرجر وواحد برجر عادي. لا معاك ثلاثة همبرجر وواحد تشيز برجر وواحد بيكون. ايوه جاي. اتفضل حضرتك اهو، اديله اديله الوجبه بتاعته جاهزه، اديله. انا هسخن همبرجرايه واسخن واحده بيكون. ثلاثة برجر عادي، اتنين عادي وواحد تشيز. حاضر اعتبره جاهز يا باشا. ماشي يا عم انا بسخن لك البرجر. ده ببرجر مش متسخن، ده تعمل اخر بيتك هجيب الناس تسمم. ده مش متسخن اكيد. ايوه ده مش يا لهوي يا لهوي. ولد ولد الحق الحق اطفي النار. طفيتها خلاص. هنا هنا خلاص خلاص خلاص. فار 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 فار. احبسه بالثلاجة، احبسه. خليه يبقى نحطه وسط البوردر عادي عشان اخد باله. والله اللي عذبه. افتح لي الفرن، تعال افتح لي الفرن. افتح لي الفرن بس. مش عايز تطفي، مش عايز تطفي. انا كراش عندي جليتش. وانا كمان. طبعا اللي حصل الحمد لله احنا طفينا النار وزبطنا الحوار وكل حاجه بقت تمام. ما عدناش الجيم من الاول صح؟ لا لا ما عدناش، احنا ما عدناش. ما حصلش خالص خالص خالص. بص ليفينو كل ما تحرق حاجه افتكر صوره صاحب المطعم. تقدر اولع فيه يعني؟ ماشي. هبقى ارميه وسط النار. ماشي انا هشوي برجر المره دي، اوكي؟ ماشي انا حطيت العيش كله في الفرن. انا هحط البرجر كله على الفرن. لما يتغير لونها شويه اشيلها صح؟ طب انا هحط واحده هنا عشان اعرف الفرق. اهو. لما يبقى لونها بني. ايوه بالظبط. البيكون بنشويه ولا زي ما هو بنحطه برضه؟ يمكن عشان كده. عشان كده قال لك ايه؟ مش ده اللي انا طلبته. مين مين؟ ايه ده انا اللي بولع؟ لول. ايه ده؟ انت ولعت الفرن؟ مش عارف ليه الحاجه بتولع مع اني مطلعها بره الفرن. لول. يلا باشا انا شويت كل حاجه اهو. مش هستدفي. اهو يلا. الله خد خد. عايز كمان؟ عندك كل حاجة هنا يا باشا، كل حاجة أنا مظبطك أهو والله. ماشي أهو. ده هو في إيه اللي بيولع ده؟ إيه؟ في حاجة بتولع بس مش شايفها. لول إيه ده؟ في حاجة بتولع. ألو إيه؟ ولعت في الفرن؟ خلاص خلاص عندي 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 الموضوع. أنا هجرب أرش على الناس. بص ده معطر. بص لو مشيوا لو ايوه اقعد بقى. ايوه قولهم ده معطر. هو رشيت المحل كله هتبقى ريحته حلوه. ايه ده؟ لقيت خبز على الارض اشويها هنا برضو. ايه ده؟ الفار الفار ترى حاجه يا ابن الحراميه. ولا
تعالى افتح لي الفرن، افتح لي الفرن لفين، افتح لي الفرن، افتح لي الفرن. الله الله ولع فيه والله. اقفل اقفل هرب جري جري. ماشي كويس كويس. افتح 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 افتح. ولو لك التلاجة، التلاجة فاضية ما فيهاش حاجة، افتح لي التلاجة. ماشي يا ابن ال... انا هحط وجبة للزباين. اتفضلوا. اكلوا الزبون، اكلوا الزبون. صاحب المطعم، صاحب المطعم هيجي دلوقتي. بص يا لهوي على يعملوا فيك، جاي يهزك. الزبون اكلوا والله، الزبون اكل. يا لهوي اهو فار تاني يا ابن الايه. دي 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 الزبون، دي الزبون شكله عجب. حطوه حطوه في الزباله، حطوه. دي الزبون يا عم، يا عم دي الزبون. لا يا عم هنخلص منه خلاص. اول همبرجر، مين عايز همبرجر؟ مش حد من دول عايز همبرجر. انت عايز ايه؟ اهو انت عايز، مش عايز. وادي لحمه. ايه ده، هو انا سخنت الخبزه دي ولا لا؟ والله ما انا عارف. ايه هات هات تشيز برجر، بس مش عايزين همبرجر عادي. واحد تشيز برجر. اوكي حاضر. كتير تشيز برجر. ايه ده؟ ماشي. ايه عملت ايه؟ حببت ايه؟ اكلت اكلت البرجر العادي اللي عايز تشيز برجر. بقول لك احنا احنا بنفشل. ما يستاهل، وانا هاكله له كمان. ما اكله هو يا عم. ايه ده يا عم؟ اهو قطع قطع اهو. مش طلبك ما تاكلوش. ده هنا وده هنا تشيز برجر عادي صح؟ الفور الفور تاني، الفور تاني. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مين اللي عايز تشيز برجر؟ ده تشيز برجر. This food was great. اهو عجبه 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 عجبه. بص 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 هاكله الفور ده. شوف هيقول ايه. بص البرجر هنا وهنا. اكلوا ازاي؟ حطها ترابيزه. اه اكلوا اكلوا بس مالش حاجه. تقريبا ما عجبوش. بس ما شبعش لسه جعان. اه تقريبا ما عجبوش. بص يا باشا احنا ايه، دمرنا المطبخ طبعا. احلى مطبخ، احلى مطبخ في الحياه يا جدع. تشيز برجر كله تشيز برجر صح يا باشا؟ احلى تشيز برجر كله. احنا احنا من يعني لازم نقطع الخبزه، ما ينفعش نديهم الخبزه زي ما هي. ما دي مشكله. تشيز برجر يا جدعان. مين انت؟ اتفضل حضرتك اتفضل. ايه اوه عجبه عجبه جدا اهو، عجبه يا لفينو. يا عم ماشي، بسخن عيش تاني اهو. هعمل ايه؟ هو ده سخن ولا ايه؟ خد خد. لا مش بس ما تسخنوش هنا، ما تسخنوش هنا، لازم تسخنه في الفرن تقريبا. اوكي انا هحطه من غير ما اسخنه. يا ابني الحق، عايزين لحمه. طيب ماشي، في لحمه ايه، هروح اطلب لحمه. اوكي الو الخبز فين؟ تشيز برجر تاني. اطلب اطلب لحمه وجبنه وكل حاجه. معلش يبقى نعوض الفلوس. معناش فلوس. لا هوي الجبنه. ماشي انا حطيت جبنه. عايزين خبزه. خبزه فين؟ ماشي انا طلبت طلبت. اوكي احلى برجر على دماغك. اتفضل. الو انا قلبت الطاوله. اه قول لي انت انت سايب المطعم بيولع عندي و يا نهار ابيض. اخدم الزباين ولا اعمل برجر يا ليفينو؟ ولا اعمل ايه يا ليفينو؟ يا ليفينو انا هسيب الشغل والله. اعمل ايه يا عم؟ ماشي كلنا هنسيب الشغل عادي. ايوه طلب جه، طلب جه. هات البوردر. يالا طلبت ايه؟ ده جاب لي، طلبت عيش وبوردر وجبنه وكل وكل حاجه وبيكون كل حاجه. الله عليك الله عليك. طلبت جبنه؟ اه طلبت كل حاجه. مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني يا جدعان؟ اتفضل كل. اسلخ ليه مش عايز ياكل ده؟ زعلان. كل اتفضل حضرتك. ها آه. جميل عجبه. ايه الدنيا كل؟ يا نهار ابيض بقى عندنا زباين كتير. لفينو الحق الناس عاجبها الاكل. لفينو لفينو الناس بتقوم. ارجع اقعد اقعد. ريدي تو اوردر. بص مش هاخد ماشي منهم ماشي. هاخد من دول بس لوحدهم. بص اتنين ماشي. اتنين تشيز برجر يا باشا بالبسترما. بالبسترما ايه ده؟ بالبسترما. ايوه ايوه. وواحد يا ده احنا عندنا حفلة باربيكيو في المطعم هنا. انت جبت خبز جبت ايه؟ بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه، انا انا بجد تعبت من المطعم ده. انا تعبت من المطعم ده. امشي يا امشي يا، مفيش برجر عندنا. امشي يلا يلا يلا. ايوه يلا 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 يلا. انا ههرب انا ههرب. سلام سلام. ههرب من ورا. فركش خلاص فركش. يلا يلا سلام يا نفير. تعال انت فين؟